وهكذا مشاهدينا الأعزاء تعطى إشارة البدء والانطلاق لأول أشواطنا الرئيسية لشوط الحيل، ومسافات هذا اليوم هي 5 كيلومترات. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ، وعليه سبحانه وتعالى نتوكل، ومنه نطلب التوفيق والسداد والنجاح. انطلق أقوى أشواط الحيل، خيرة أشواط الحيل في صباح هذا اليوم بمشاركة الظبي وغزلان والصباحية ونوف وتنبيه راهية النويعس هلا لجاجة متاهة عرائن تنظيم والمغيرة وأسياد، 14 حايل متواجدة في هذا الشوط القمة، في هذا الشوط الرئيسي. نتمنى التوفيق والناموس لكل المشاركين ولكل هذه الأسماء الحاضرة والمتواجدة اليوم. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول، وقبل أن نبدأ ونذكر بالمراكز، أذكر السادة المشاركين والمشاهدين بأنه تزامنا مع انطلاقات ميدان الشحانية تقام أشواط الحيلي والزمول لأبناء القبائل أشواط العامة في ميدان المصير. نتمنى التوفيق والناموس لكل المشاركين في ميدان الشحانية وفي ميدان المصير. في ميدان الشحانية هذه الأشواط أشواط مفتوحة لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، بينما أشواط ميدان المصير خاصة لأبناء القبائل بما يسمى ويعرف بالأشواط العامة. مقدمة هذا الشوط ومن تحتل المركز الأول، الصباحية من هجن الشحانية على المركز الأول، يضمرها محمد بن خالد العطية على مقدمة الشوط، تليها على المركز الثاني وتلاحقها وعلى مقربة منها أسياد على المركز الثاني من هجن الشحانية، يضمر أسياد سالم بن فاران. ننتقل إلى المركز الثالث ومن تتقدم بدورها إلى المركز الثالث، المغيرة تحتل المركز الثالث وتغير على هذا الموقع وعلى هذا المركز، تعود ملكيتها لهجن الشحانية، مضمر محمد بن خالد العطية أو جابر بن سالم بن فاران هو من يتابع المغيرة في هذا الشوط، بينما المركز الرابع التقدم والتسلل على رابع المراكز من متاهة من هجن الشحانية، مضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران من يقدم المغيرة مع متاهة، بينما المركز الخامس الانطلاق والتسلل على صعيد المركز الخامس، تنظيم على المركز الخامس، وهذا الاسم الجميل يا جابر، اسم مميز، تنظيم على المركز الخامس من أجل الشحانية، يضمر تنظيم جابر بن سالم بن فاران. في الحقيقة نحن اليوم في ختام السباق المحلي الأول، ولفت انتباهي حقيقة المنافسة التي دارت في الأيام الماضية والتوقيتات الزمنية التي سجلت في هذا السباق المحلي الأول والجهوزية التامة، وكذلك الإقبال الجماهيري الكبير على المشاركة، زحمة الأعداد والأشواط، وهذا دليل على الإقبال الجماهيري وعلى حسن التنظيم. كل الشكر والتقدير لإخواني في اللجنة برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، وأخيه سعادة عبد الله بن محمد آل الشيخ الكواري نائب رئيس اللجنة، وكذلك مبارك بن محمد بن بادي مدير عام اللجنة، وحمد بن مبارك الشهواني. نشكرهم على كل جهودهم المبذولة في هذا العام، نتمنى لهم أيضا عام موفق إن شاء الله، ولإخوانهم المشاركين وللجميع إن شاء الله التوفيق. العودة إلى التغيير، حصل تغيير على مقدمة الشوط، أسياد خطفت المقدمة، خطفت صدارة الشوط أسياد، بينما تعود ملكيتها لهجن الشحانية، مضمر سالم بن فاران. عادت مرة أخرى الصباحية، عادت الصباحية للمركز الأول من هجن الشحانية، مضمر أبو خالد محمد بن خالد العطية، وأسعد الله صباحكم يا الذهبي ويا المشاغب، وأيضا جابر يصل، يصلكم الشبل على صعيد المركز الثاني، يقدم المغيرة من أغارت على المقدمة على المراكز الأولى. الله يا الشبل قادم بأكثر من اسم اليوم، بأربعة أسماء في هذا الشوط القمة، في هذا الشوط الرئيسي. عموما
الأشواط الأولى من سن اللقاية إلى الجداع إلى الثنايا كانت مع الذهبي. هل يحتكرها الذهبي؟ أكملها يا ذهبي المضمرين. لكن الوضع اليوم صعب مع جابر بن سالم بن فران ومحمد بن خالد العطية. ناوين يا أبو جابر الشباب الشوط الرئيسي، ناوين هذا الشوط، خططين لهذا الشوط الرئيسي. عموما الشوط الأول للقاية كان مع هجن الشحانية، الشوط المفتوح بقيادة المضمر سالم بن فران، كذلك الشوط المفتوح للجداع مع هجن الشحانية بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فران. أيضا سن الثنايا الشوط المفتوح مع هجن الشحانية بقيادة سالم بن فران. أكملها يا الذهبي اليوم، خذ شوط الحيل، خذ شوط الحيل. عموما هذا ما يتمناه أبو جابر. شعار سمو الشيخ محمد بن خليفة يصل في هذه اللحظات. الظبي تصل لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني، مضمر محمد بن ثاني الهاملي، تصل وحضورها قوي ولافت. الله يا سلام، بدأت المعركة أعزائي المتابعين، بدأت المنافسة على اختطاف شوط الحيل، على انتزاع أقوى شوط الحيل في هذا السباق المحلي الأول. ما زالت المغيرة على مقدمة الشوط، بينما شعار سمو الشيخ محمد بن خليفة يصل على المركز الثاني. خطيرة يا الهاملي، خطيرة يا الهاملي، محمد بن ثاني بن عبد الله الهاملي مع الظبي اللي مثل الظبي، تنطلق كخفة الظباء، غيرت الظبي، تسللت الظبي. الله يا سلام يا سلام، الشوط الأول الرئيسي مع شعار سمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني بقيادة الهاملي. عادت المغيرة، تحركت المغيرة. الشوط الرئيسي، الشوط الحساس، الصباحية قادمة على المركز الثالث يا أبو خالد، بينما الظبي والعصف الإبطان. الله يا سلام يا سلام، شعار الذيبة، شعار الهدة، شعار غازي، شعار غيره من الأسماء التي صار العديد والعديد. هذا الشعار التاريخي يعود في هذا اليوم، هذا الشعار الجماهيري، شعار سمو الشيخ محمد بن خليفة، الشعار الذي خطف السيوف، خطف الرموز. المغيرة عادت، عادت المغيرة، ولكن الظبي بهذا الشعار التاريخي تنتزع هذا الشوط الرئيسي وردت الحياة في متابعينا. أحييتهم يا الهاملي، أحييت محبين هذا الشعار، شعار سمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني. تهانينا والناموس على اختطاف الشوط الرئيسي، والتهاني موصولة لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني ولمن قادها محمد بن ثاني الهاملي. المركز الثاني المغيرة من هجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران. المركز الثالث الصباحية من هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. المركز الرابع راهية من هجن الشحانية مع سالم بن فاران. المركز الخامس وصلت عرايب من هجن الشحانية مع المضمر جابر بن سالم بن فاران. إذن الظبي تنتزع الشوط الأول الرئيسي بهذا الشعار التاريخي، بهذا الشعار الذي صال وجال في القرن الماضي، في السنوات الماضية. خطف السيوف، خطف الرموز، شعار له مكانته مع الشعارات، شعار سمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني. تهانينا على هذا الفوز المستحق لسموه. قطعت المسافة في 7 دقائق 59 ثانية 28 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمن ضمر الظبي محمد بن ثاني بن عبد الله الهاملي. تهانينا يا أبو جاسم على فوز الظبي، وأسعد الله صباحك بكل خير. المركز الثاني اللي وصلت المغيرة، قطعت المسافة في 7 دقائق 59 ثانية 66 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحاني. التهاني موصولة لجابر بن سالم بن فاران. تهانينا يا الشبل، وأسعد الله صباحك بكل خير. المركز الثالث الصباحية. الصباحية قدمت عرض تشكر عليه اليوم، كانت بطلة غير متوجة كما يقولون. قطعت المسافة في 8 دقائق 3 ثواني 36 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحاني على فوز الصباحية. التهاني موصولة لأبو خالد مضمر المشاغب
محمد بن خالد.